بون انا نسيت نحمل فسخانه، خرجت من الباب تاع الاوتيل قابلتني واحد الحاجه شابه بزاف. اوف هكذا يكبر. ايوي ماناش بعاد بزاف على الاهرام. الاهرام هادو من بعد ان شاء الله نضربو لهم دور. كي تشوف السركاله في القاهره تفهم بلي احنا في الجزيري ما كاش كامل سيركيلاسيون صح. بارابول هادي حسرة صرانا فيها رحمة. اون ديريكت رانا دوكا في الطاكسي راح ندورو شوية صح. خبطو نعاود اون ديريكت دوكا رانا في الطاكسي ما راح نحوسو شوية. عندك برك كاين مسألة الضيق. الضيق يا راه واحد راه يضيق الحالة بزاف. سليم أربعة خمسة بزاف ضيق تحيرو كثر. أنا كاع راكبين هنا هما اللي هنا شارجي برك المهم دراهم. رانا لهنا في شارع أحمد باي جينا للسفارة تاع الجيري خبرونا بلي تما الدخلة حتكون غير بالباسبور برك ما كاين لا تيكي لا والو. باسبور تاعك الجيريان برك ودخل هاي السفارة من هناك. هاملك ها صحة ابن عمري ابن عمري ابن جاء ابن جاء احمد ابن جاء ابن جاء ابراهيم ابراهيم. هذا هو ستاد تاع بيتروسبور لهنا لم يونطريني وليكيب ناسيونال لاسيونس الاخرى تاعهم. هاوريك وهذه هي الكار عم يغسلوا فيها في الروتور باش بون دوك في الروتور دوك شويه يخرجوا. خويا مهدي من عنابة قال لك لازم نخرج في ستوري يا ابو دبر راسك. هذه هي ها يا حبيبي هاني في ستوري. انا 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 خويا اصبر شو اسمح لي مي حطها حطها لايف. المفاجأة شوفوا مع من راني. مساء الفل عليكم جميعا استاذ انس سينا منورنا بتاع راني زعفان بتاع راني مقلق الراجل ده زي الفل والله منورنا في مصر. الله يحفظك شوف قوي دور بيا اللي هنا في مصر تحويل دائما مقلق. والله يعني انا واحد عشر الجزائريين عايزه يبقى ايه يعني مش فاهم يعني ما لازم ابقى متضايق مقلق طول اليوم يعني بتعامل مع جزيرة 24 ساعه لازم ابقى شبابي. انت دائما تتكلم كده يلا الحمد لله يا عم بقى هعمل ايه هم عايزيني كده وانا كده. انت في مصر اسمك علي سعيد بس في الجزائر انت عارف ازاي نقوله علي. بيقولوا لي عليلو عليلو هم بيدلعوني لا بس في مصر الدلع بتاعي اسمه علوة علوة لكن في الجزائر عليلو عليلو خليتها عليلو احسن يعني تعليلو سيبو حلو حنا كنا كي نقطعوا التاريخ شغل توجور طلبوا يصدموا فينا بصح خويا علي يقول لك ورانا الله التكنيك الواعره كيف والله الطريقه الوحيده علشان تقطع الطريق في مصر وانت بتعدي لازم تعرس لهم كتير لازم تعرس لهم من فوق وتحت وشمال عشان الناس تاخد بالها لان لو ما عملتش كده ممكن حد يدوسك يعني فانت المهم لازم تعرس لهم. هذه لازم تعرس لهم في التاريخ بالك وتقولوا علي له ما يتهلاش ولا غير تهلا فينا فور يا خويا ما شاء الله يا خويا علي له يا عم الله يحفظك يا هو تعيش تعيش اون ديريكت من الدار هاو كل تاع اليوتيوب والاموال ومن هنايا والله يا عم انس الناس فاكره ان احنا هنا بنكسب من اليوتيوب اموال كثيره وكل حاجه يعني ولكن انا بعمل قبل البطوله كنت بعمل فيديو واحد في الشهر يعني انت ممكن تكسب منه 20 دولار ولا 15 دولار كلام فاضي ولكن كل لما اجيب قميص جديد الناس تخش لي في الرسائل تقول لي الفلوس القميص ده من فلوس اليوتيوب. اليوتيوب مين يا غبي يا متخلف من شغلي ما انا بشتغل. ما تقلق لا لا هنايا هاوليك العريس هذا شفنا خويا مبروك عليك صحيح مبروك عليك هاوليك خويا تحية كبيرة يا خويا ايه تقول من اهل الجزائر؟ اهل الجزائر ربنا نشوفك ان شاء الله ان شاء الله تاخذوها ان شاء الله. الله يسلمك صحيح خويا 1 2 3 في فالجيري ان شاء الله. احنا تسلامك تعرف تتلف وما يسلموا منا احنا بدنا نتسلم منا الله غالب. Il va marquer contre le Sénégal. Je te jure qu'il va marquer, Inch'Allah. Mon frère, je te...
Puis vous n'aurez pas honte. Même pas eux. On va voir. On va voir. Maintenant nous demander combien on va marquer. Je te dis que nous aurons au moins deux. Ça va être fou, toi. T'es fou. تعال تعال هنا تعال قلت لي ايه قلت لي ايه هنخسر هنربح ابو تريكا لسه راجل ممدوكا راجل ايوه في واحد الشارع في القاهرة ما نعرفش اسمه المهم حي شعبي انا تلاقيت مع خوتنا في ورقة قال لك لازم جوزو راني زحفان راني فرحان الله يعوضك ها صعيبة كي تجي ترقد بلا بريسيون تاع ماتش كبير كيما هذا انتو كنقول لهم لي جوار بون كوراج ان شاء الله ربي يوفقكم وتفرحونا وهي شغل مدوا كاع واش عندكم